كلامنا سلامنا يطوف على السامعين معنا. عصفور محندق يزقزق كلام موزون وله معنى. عن أرض صمرا مصر يما يا بهية يم طرحة وجلابية. مصر يما يا بهية يم طرحة وجلابية. الزمن شاف وانت شبه ورايح وانت جاية جاية فوق الصعب ماشية. فات عليكي ليل ومية واحتمالك هو وابتسامتك هي تضحكي للصبح يصبح بعد ليلة ومغربية. تطلع الشمس تلاقيكي معلانية وصبية يا واللي على المكتب زناتي واللي
بسلامنا يطوف عالصحبة حلواني. عصفور محني غني على الأفراح ومن تاني.
بهية نجم، بهية إمام، بهية مصر. استعملها يوسف شاهين في فيلم عصفور. ذكرنا اسم نجم كتبها ولا اسم إمام يغنيها. أسماءهم كانت ممنوعة. بهية البهية اتسربت من السجن ووصلت للشارع. كل ادعها كان بين حيطانه، لكن القلب المبصر طاير حمام. طواف شواف يطوف عن ارض سمرة وقمرة، وقفوا نهر المراكب يشوف رفاق مسيرة اسيرة، وصورة حشد المواكب في عيون الصبية البهية. بظلام حوله كثيف، وهو نجم فوق الفنارة يهدي الحيارة والبدر غايب. ألف وتسعمية واثنين وستين نجم يخرج من السجن ويبدأ يشتغل كموظف في مؤتمر التضامن الآسيوي الإفريقي. في نفس السنة سعد الموجي أحد أبناء مصر المخلصين واللي كان يعرف نجم وإمام يطلب من نجم مقابلة إمام وينظم اللقاء بينهم. نجم يسمع إمام الملحن الفقير الضرير ويكتشف فيه فنان عظيم أخذ الكثير من روح الشيخ سيد درويش. أسمع فيه نبرات وصرخات مظاهرات 1946، صرخات شعب مصر، مصر العمال المقاومين والفلاحين المعدومين، مصر الجروح والنكتة البسمة، مصر المتقين والمؤمنين الصالحين والصادقين. اتعرفوا حبوا تونسوا، وحيتان فيك محمد علي كانت ليهم، كانت ليهم أحبان. ابداوا العمل لا كلل لا ملل، الليل مع النهار والنهار مع الليل، بكل جد واجتهاد بكل تفاني وإخلاص. فين المعنى وفين اللحن؟ فين الصدق في التعبير عن المحن؟ فين آمال الشعب وأحلامه؟ فين الخلاص وبدأت المسيرة؟ بكلمة صافية وعشرة عافية أحضانها دافية، ودامت سنين من مقهى المقهى، من حارة الحارة، من حديقة الحديقة. كانوا شوالين رغم المهانة والعذاب، رغم الجوع والتشرد والحصار. فوق الصعب ماشيين، فات عليهم ميل ومية، واحتمالهم هو هو، وابتسامهم هو هو. والنجم في الفنارة يهدي الحرارة والبدر غايب. كان إمام كل مرة يسأل النجم لمين احنا نغني، ونجم المجروح يرد عليه احنا نغني لمصر.